نعم، يسوع نقى المطرح اللي ما حدا بينقيه، ونقى المطرح يلي يمكن ما بيعبر عن حقيقته، أو بالأحرى ما بيعبر عن حقيقته مثل ما نحن بنتمناها تكون. نحن بنعرف الله القوي، الله القدير، الله اللي بإيده كل شيء. يسوع كان طفل المزوج، قيصر كان بالقصر، يسوع بالمزود. قيصر بيعطي الأوامر للمعمور كله وبيحرك الدنيا كلها، يسوع وحده هو ومريم ويوسف. بس قيصر بيحرك الدنيا، يسوع السما من أجله بتحرك الرعيان، بتحرك المهمشين اللي ما حدا بيعطيهم اعتبار. مين بده يعطي اعتبار لمولود في مزود؟ ومين بده يعطي اعتبار لرعيان ما بيراعوا السبت جايين يزوروا مولود في مزود؟ غريب أمر السماء. السماء تعلن ربا ومخلصا ومسيحا، طفل مولود بمزود. الأرض بمجد القاعدين بقصور وبيتحكموا بالناس، السماء بتمجد كل يلي همشون الناس. يسوع اجى تيقول طوبى للفقراء بالروح، طوبى لكل هودي المهمشين، طوبى لكل هول ما بيقبلون المجتمع، طوبى لكل هودي المضطهدين، طوبى لكل هودي المنبوذين. هودي نيالهم، لأنه هو رح بيكونوا بالملكوت الحقيقي، ممالك الأرض إلى زوال ملكوت الرب وحده الباقي. حضور يسوع في المزود خلينا نكتشف المنطق الحقيقي، الحكمة الحقيقية، حكمة تدبير الله من أجل كل إنسان، حتى كل الناس وخصوصا الناس اللي تهمشوا، كل الناس المهمشين عن الملكوت، يعني كل الناس يصير لهم حق يعيشوا بالملكوت، يعيشوا أبناء الآب. والله معك.